الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قرأ ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ الله ربك
بسم الله.